انا بوجه سؤال لكم انتم وسؤال للاخوان، ايش في القادسيه هالسنه؟ والله القادسيه مو من هالسنه، مو من هالسنه، وانا الكلام الاخوان يدرون القادسيه يمكن صار لها الحين موسمين نفس اللي مر فيه النادي العربي السنوات اللي طافت قاعد يمرون فيه حاليا النادي القادسيه. تخبط اداري، انا ما ابي اكون فني او اداري او اني انا اصلح الوضع، لكن انا اشوف قدام كمشجع في تخبط اداري، في حزازيات يمكن صايره بين اللاعبين، نفس اللي مرينا احنا فيه ب 12 سنه.